قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن السلطات السعودية اعتقلت الأمير أحمد ابن عبد العزيز شقيق العاهل السعودي الملك سلمان ابن عبد العزيز والأمير محمد ابن نايف ابن عبد العزيز ولي العهد السابق وشقيقه الأمير نواف ابن نايف. وذكرت الصحيفة على لسان مصادر لم تسمها أن الأمراء الثلاثة اعتقلوا صباح أمس الجمعة 6 مارس 2020 بواسطة عناصر من حرس الديوان الملكي، وحتى الآن كل الأنباء ديت مش رسمية، لم يصدر حتى الآن أنباء رسمية عن الموضوع ده أهو. وهنشوف دلوقتي مين هو الأمير أحمد بن عبد العزيز وفيديو نادر ليه وتعليق العزبة في فيديو نادر. كشف المغرد السعودي الشهير مجتهد عن وصول الأمير السعودي أحمد بن عبد العزيز فجر الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 للرياض بعد حصوله على تعهدات أمريكية وأوروبية بعدم التعرض له من قبل ولي العهد محمد بن سلمان، مشيرا إلى أن ابن سلمان بنفسه كان في استقباله. ده الأمير أحمد بن عبد العزيز، ودي التغريدة بتاعت مجتهد بتاريخ 30 أكتوبر 2018. عاجل أحمد بن عبد العزيز يصل الرياض قبيل فجر اليوم الثلاثاء ومحمد بن سلمان في استقباله، لكن دون كاميرات ولا بروتوكول. حصل أحمد على تعهدات أمريكية وأوروبية أن ابن سلمان لن يتعرض له. وكان موقع ميدل إيست آي قد كشف بشكل حصري أن الأمير أحمد بن عبد العزيز شقيق العاهل السعودي الملك سلمان يفكر في عدم العودة إلى وطنه بعد تصريحات أدلى بها للمحتجين اليمنيين والبحرينيين خارج منزله في لندن في وقت سابق، والتي نأى فيها بنفسه وبقية آل سعود عن أعمال أخيه الملك وابن أخيه ولي العهد محمد بن سلمان، وفق ما قاله مصدر كبير مقرب من الأمير. فبعد أن سمع الأمير بهتافات المتظاهرين التي تنادي بسقوط عائلة آل سعود، التفت إليهم الأمير وسأل: لماذا تقول هذا عن آل سعود؟ ما علاقة عائلة آل سعود بكل هذا؟ هناك بعض الأفراد المسؤولين. وعندما سئل من قبل المتظاهرين عمن هم المسؤولون، أجاب الأمير: الملك وولي العهد وغيرهم في الدولة. وفي غضون ساعات من انتشار الفيديو على شبكات التواصل الاجتماعي، أصدرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية واس تقريرا عن الأمير أحمد، نقلت فيه قوله أن تفسير كلامه على أنه انتقاد للملك غير دقيق، وأن الأمير أحمد يقول فقط أن العائلة المالكة غير مسؤولة لأنها لا تشغل مواقع في الحكومة. وتشير تصريحات الأمير أحمد للمحتجين اليمنيين حول موقف العائلة المالكة بوضوح إلى الأيام التي كانت فيها القرارات الكبرى مثل قرار شن غارات جوية على اليمن تتم بالتشاور الجماعي مع أعضاء بارزين آخرين في العائلة، ولكن في عهد الملك سلمان وابنه ولي العهد محمد لم يعد هذا هو الحال. ومن الشائع تداوله أن الأمير أحمد كان واحدا من 3 أعضاء في مجلس البيعة عارضوا تعيين ابن سلمان، ولم يعطي الأمير أحمد مبايعته لابن أخيه عندما أصبح وليا للعهد. الأمير أحمد ابن عبد العزيز آل سعود مولود 5 سبتمبر 1942، هو وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية بالفترة من 18 يونيو 2012 حتى 5 نوفمبر 2012. ده الأمير أحمد، هو الابن 31 من أبناء الملك عبد العزيز، وهو أصغر أبنائه من زوجته الأميرة حصة بنت أحمد السديري، وهو ممن يطلق عليهم لقب السديريون 7. هنشوف فيديو ليه بعد شوية.
وهنشوف دلوقتي فيديو ليه كلمة قوية جدا جدا. لكم شعوبا وقبائل لتعارف، ما قال لتعاركوا ولا تحاربوا. التعارف امر ضروري، وايضا دعوه لاهل الكتاب ولاهل الكتاب تعالوا لكلمه سواء بيننا وبينكم ان لا نعبد الا الله، هذه ايضا لها خاصيه معينه. والتوجه الاسلامي هو جمع الناس على الرحمه وعلى العمل الخير، وليس على ايذاء الاخرين او ارغامهم على ما لا يريدون. والتعاون على البر والتقوى والخير والامر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا امر قاعده اسلاميه. المعروف هو ما تعرف عليه انه طيب وشيء صالح للجميع، والمنكر هو ما ينكر اي انسان فرد او جماعه انه ضد او غير بصالح البشر، فبالتالي احنا ننكره. الشخص الذي اخشى عليه بعد اخي وصديقي الكبير جمال خاشقجي، اتجهت يعني نظرتي الى الامير احمد بن عبد العزيز. الأمير أحمد بن عبد العزيز وتصريحه الشهير في لندن يعكس أن هناك مشكلة حقيقية. كلنا نعرف بأنه لو لم يبلغ السيل الزباء لما خرج الأمير أحمد بن عبد العزيز وتكلم بهذه الصراحة وقال لوموا الملك ولي عهده، لوموا المسؤولين، لا تلقوا باللوم على كل أسرة آل سعود. هذه رسالة واضحة. طبعا كلكم تذكرون أنهم طلعوا في وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن والله الأمير أحمد يقول إيه، وهذا تصريحي أنا أخرج من سياق. كان بإمكانهم أن يطلبوا من الأمير أحمد أن يخرج فيديو، وكلنا رأينا يعني ملامح السفير السعودي بعد هذا التصريح. الأمير أحمد كان صادم بالنسبة له، طبعا ما يقدر يقول شيء، هذا واحد من عيال عبد العزيز وهو يعني رجل معروف بالعقل والحكمة ولا يحب المغامرات ولا ما يقوم به مبس بتوجيه من مز ولي عهد إمارة أبو ظبي المارقة التي تقود السعودية إلى ما وصلت إليه. أما محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، مولود في 30 أغسطس 59، كان يشغل منصب ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية حتى إعفائه في 21 يونيو 2017، وهو أحد أبناء الأمير نايف ابن عبد العزيز آل سعود، ده وزير الداخلية السابق قبل الأمير عبد العزيز، وهو متزوج من الأميرة ريما بنت سلطان ابن عبد العزيز آل سعود، ولديه من الأبناء الأميرة سارة متزوجة من الأمير سعود بن فهد ابن عبد الله بن محمد بن سعود الكبير، ولديهما من الأبناء الأمير عبد الله، والأميرة اللولوة متزوجة من الأمير نايف ابن تركي ابن عبد الله ابن عبد الرحمن آل سعود. من الأمير محمد بن نايف ابن عبد العزيز وزير الداخلية وحفيده عبد الله بن سعود بن فهد. وهنا صور نادرة ليه برضو. محاولة اغتياله. تعرض في 6 رمضان 1430 هجرية الموافق 27 أغسطس 2009 لمحاولة اغتيال من قبل مطلوب زعم أنه يرغب بتسليم نفسه، وكان مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود في مكتبه الكائن في قصره بجدة، وقام الشخص المطلوب بتفجير نفسه بواسطة هاتف جوال وتناثر جسده إلى أشلاء، وأصيب الأمير بجروح طفيفة. وقد أعلن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب مسؤوليتها عن الهجوم في رسالة بثتها منتديات إرهابية على الإنترنت. الأمير محمد بن نايف آل سعود مع وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون. وهنا ولي العهد السعودي السابق الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود في مباحثات مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بالبيت الأبيض. محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود كان يشغل منصب ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء و
وزير الداخلية من زوجته سمو الأميرة الجوهرة بنت عبد العزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود جده من أبيه. هو الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، وجده من أمه هو الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود أمير منطقة حائل سابقا، وأخواله هم الأمير عبد الله بن عبد العزيز بن مساعد آل سعود أمير منطقة الحدود الشمالية سابقا، والأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود أمير منطقة نجران حاليا. دي الأميرة جواهر بنت نايف ابن عبد العزيز. الأمير محمد بن نايف ابن عبد العزيز ووالدته هي الأميرة الجوهرة بنت عبد العزيز ابن مساعد آل سعود. ده الأمير نواف بن نايف ابن عبد العزيز ووالده الأميرة المطلقة مها بنت محمد أحمد السديري. ده الأمير فهد ابن نايف ابن عبد العزيز ووالدته الأميرة المطلقة مها بنت محمد أحمد السدير. ده الأمير سعود ابن نايف ابن عبد العزيز ووالدته الأميرة الجوهرة بنت عبد العزيز ابن مساعد آل مسعود. وصفته شبكة MSNBC الأمريكية بجنرال الحرب على الإرهاب، تقصد محمد بن نايف طبعا، كان شخص محبوب. صدر أمر ملكي بإعفائه من ولاية العهد ومنصب وزير الداخلية في 21 يونيو 2017، وعين بدلا عنه في ولاية العهد ابن عمه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود. قلده خادم الحرمين الشريفين الملك فهد ابن عبد العزيز آل سعود وشاح الملك فيصل، تقديرا لما قام به من تخطيط متقن وإدارة ناجحة لعملية اقتحام الطائرة الروسية المختطفة في مطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة وإنقاذ ركابها، وذلك بتاريخ 6 مارس 2001 ميلادي. لا يميل إلى الظهور الإعلامي الذي يفتقر إلى الفعل الناجز، ويرى أن الأعمال ينبغي أن تسبق الأقوال وأنها هي خير من يتحدث عن فاعلها. ده الأمير محمد بن نايف ولي العهد السابق قبل الأمير محمد بن سلمان. ونشر حساب أخبار محمد بن نايف على تويتر صورة أكدوا أنها حديثة يوم 31 أغسطس 2017 مع معايدة بعيد الأضحى ويوم عرفة للأمير محمد بن نايف. دي الصورة اللي اتنشرت ليه، وهنا الصورة حديثة لسيدي فارس الوطن حبيب الشعب هاشتاج محمد بن نايف، كل عام وأنت بخير، كل عام وجميع المتابعين بخير. 21 أغسطس، وهنا 31 أغسطس بمناسبة يوم عرفة وعيد الأضحى، كل عام وسيدي محمد بن نايف بخير وصحة وسلامة وراحة وسعادة دائمة، حفظك الله ورعاك ومتعك بالصحة. 31 أغسطس الشعب يعايد محمد بن نايف، من الصورة حديثة لسيدي فارس الوطن حبيب الشعب هاشتاج محمد بن نايف كل عام وأنت بخير. من ناحية أخرى أعرب العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز عن خالص الشكر والتقدير لولي عهده السابق الأمير محمد بن نايف ابن عبد العزيز على ما قدمه من جهود لخدمة الدين والوطن. وقالت وكالة الأنباء السعودية واس إن الملك سلمان رحب خلال ترأسه جلسة مجلس الوزراء يوم 12 يوليو بالأمير محمد بن سلمان ابن عبد العزيز آل سعود بمناسبة اختياره وليا للعهد. إذا الملك سلمان والأمير محمد بن نايف كان في زيارة إيفانكا وترامب وميلانيا السعودية. أنا الملك سلمان والأمير محمد بن نايف. لو أعجبكم الفيديو ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات. وشكرا. قناة أخبار.